السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا الحبيب، حضرتك كان في واحد في المسجد وأذن في صلاة العصر، وكان في أغاني شغالة صوتها عالي جدا في الخارج، فخرج من المسجد عشان يطفي الأغاني دي. بعد أن دخل في الصلاة. لا، ما الصلاة كانت لسه ما قمتش. لا مانع أبدا، هذا رجل محسن. هل تدخل هذه تحت بند ضرورة؟ أي ضرورة طبعا. شكرا. وعليكم. يقول صوت المرأة عورة في القرآن الكريم على الملأ ولا عورة في الصلاة فقط؟ صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول، فقد نهى النبي عن قد نهى ربنا عن الخضوع بالقول، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما صوت المرأة ليس بعورة فالأصل، لقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فدل على أنهن يسألن من وراء حجاب. قد كلم عدد من الصحابة عائشة من وراء حجاب، وكلم عمر بن الخطاب أسماء بنت عميس أيضا وكلمته. نعم،